هندخل بعد كده على البند السابع ونبدأ في مرحلة جديدة اللي هي من البيليكا سايكل، مرحلة الدو. وزي ما كنا فاكرين إن الدو عبارة عن البند رقم 7 السبورتو والبند رقم 8 الأوبريشن. أول حاجة في السبورت بنتكلم على الريسورسز أو الموارد. المفروض إن المنظمة بتحدد وتوفر الموارد اللي محتاجينها عشان ينشئوا ويطبقوا ويعملوا صيانة ويعملوا تحسين مستمر لنظام إدارة الجودة. وفي حاجتين المفروض المنظمة تحطها في اعتبارها. أول حاجة قدرات والقيود المفروضة على الموارد الداخلية والمتاحة. كمان أي حاجة تلزم الحصول على مقدمي الخدمات الخارجية. الحاجة التانية الأفراد أو البيبل. طبعا لازم الشركة تبقى عارفة وتحدد وتوفر الأفراد اللي محتاجينها للتشغيل الفعال لنظام إدارة الجودة ولتشغيل وضبط العمليات جواها. الشركة محتاجة ان هي تشوف احنا محتاجين قد ايه من العمالة، محتاجين قد ايه من الموظفين عشان نقدر ان احنا نعمل نظام ادارة جودة واللي احنا نقدر نشغل العمليات كلها اللي عندنا. بعد كده البنية التحتية. في البنية التحتية المفروض ان الشركة بتحدد برضو وتوفر وتعمل صيانة لكل البنية التحتية اللي محتاجاها عشان العمليات بتاعتها. وفي طبعا ملاحظة قال ان البنية التحتية ديت ممكن تبقى مباني، ممكن تبقى مرافق، ممكن تبقى معدات بما فيها برمجيات او اجهزة، ممكن تبقى مصادر نقل، ممكن تبقى معلومات وتكنولوجيا اتصالات وهكذا. فكل البنية التحتية الشركة محتاجة ان هي تحددها وتوفرها وتعمل لها الصيانة عشان المنتجات بتاعتها تحقق الـ requirement الخاصة بيها. بعد كده هنخش على البند 714 اللي بتتكلم على البيئة لتشغيل العمليات. برضو الشركة محتاجة إن هي توفر وتحدد وتعمل صيانة للبيئة اللازمة لتشغيل عملياتها، طبعا بحيث إن هي تحقق برضو مطابقة المنتجات والخدمات بتاعتها. والبيئة ممكن تكون بعض العوامل الإنسانية والطبيعية زي مثلا اجتماعية زي عدم العنصرية، زي الهدوء، زي عدم المواجهات، عدم التصادمات. ممكن تبقى بيئة نفسية زي تقليل ضغط العمل، منع الطرد، الحماية النفسية. ممكن تبقى بيئة طبيعية زي درجات الحرارة، السخونة، الرطوبة، الإضاءة، الهواء، النظافة، الضوضاء وهكذا. طبعا العوامل دي بتختلف على اختلاف المنتجات اللي بتتقدم والخدمات اللي بتتقدم. ونفس الفكرة برضو في البنية التحتية، إن الشركة محتاجة تحدد البيئة وتعملها صيانة وعلى طول توفر. بعد كده هنخش على البند 751 وده رصد وقياس الموارد. المفروض إن الشركة طبعا بتحدد وبتوفر الموارد اللي محتاجاها عشان تتأكد من صحة واعتماد النتائج لما تيجي تستخدمها أو لما تيجي تستخدم الرصد أو القياس لاعتماد مطابقة المنتج. يعني وقت ما تيجي تقيس المنتج بتاعها تشوف هل المنتج ده محقق أو مش محقق المتطلبات بتاعته، فالمفروض إن الشركة بتوفر طبعا أجهزة القياس. تمام. طبعا لازم تكون أجهزة القياس دي مناسبة لنوع النشاط اللي بيتم والقياس اللي هيتم. لازم برضو يتعمل له صيانة عشان يبقى فيه ضمان لاستمرارية الجهاز في الغرض اللي احنا اشتريناه من قبل. كمان يجب على الشركة ان هي تحتفظ بمعلومات موثقة مناسبة كدليل على كفاءة الغرض من رصد وقياس المواد. يعني لازم يكون فيه سجلات
السجلات ديت دليل على كفاءة الغرض من الرصد وقياس الموارد. بعد كده هنخش على تتبع الموارد. يجي بعد كده التتبع القياس. لما يكون تتبع القياس متطلب أو الشركة شايفاه إن هو جزء أساسي عشان تأكد أو توفر دليل لاعتماد نتائج القياس، يبقى أدوات القياس اللي إحنا بنستخدمها لازم يتم التحقق من إن هي شغالة بشكل تمام، يعني فلازم يتم التحقق منها أو إن هي بتتعير على فترات محددة أو قبل استخدامها، نتأكد إن هي شغالة وشغالة مظبوط طبقا لمعيار قياس يتم تتبعه إلى معيار قياس دولي أو محلي. يعني في حالة الكاليبريشن، في حالة اللي إحنا بنعمل فيريفيكيشن وهكذا، لازم يكون في تتبع بحيث إن إحنا نوصل لمعيار دولي أو محلي في القياسات بتاعتنا. ولو ما فيش معيار لازم يبقى فيه طبعا سجلات بنحتفظ بيها بتبين الأساس اللي اتعمل عليه المعايرة أو الفيريفيكيشن اللي تم ده. وطبعا الأجهزة لازم يتم تحديدها، تعريفها وتحديد حالة المعايرة بتاعتها، الستيتس بتاع المعايرة، هل هي لسه فترة المعايرة، هتتعير تاني امتى، اتعيرت امتى وهكذا. ولازم طبعا تكون محمية من اي ضبط مرة تانية او من اي تلف او من اي تدهور او اي حاجة ممكن تبطل حالة المعايرة وبالتالي تأثر على صحة النتائج القياسية. طبعا الشركة برضو لازم تحدد لو كانت صحة القياس أو نتائج القياس اللي فاتت اتأثرت سلبا لما التقينا في مشكلة في الجهاز أو لأ، وتتخذ طبعا إجراءات تصحيحية مناسبة لو في مشكلة. بعد كده البند 716 الاورجانيزيشنال نولج او المعارف الخاصه بالشركه او بالمنظمه. الشركه طبعا محتاجه تحدد ايه المعارف الضروريه عشان تقدر ان هي تشغل عملياتها وتحقق تطابق بتاع المنتجات بتاعتها. المعارف دي لازم تكون متحافظه عليها وتكون متاحه، ولما يكون في اي احتياج ان يحصل تغيير او تغيير في الاتجاهات لازم الشركة تحط في اعتبارها المعارف اللي موجودة حاليا في الشركة وتحدد ازاي توصل او ازاي تكتسب المعارف الاضافية الجديدة والتحديثات المطلوبة. عندنا ملاحظة واحد، طبعا معارف المنظمة هي المعارف الخاصة بالمنظمة، ودي المعارف المكتسبة بالتجربة والخبرة والمعلومات اللي هي بتستخدم وبيتم تداولها في الشركة عشان تحقق الشركة الأهداف بتاعتها. في ملاحظة 2 بتتكلم إن المعارف المنظمة ممكن تبقى مرتكزة على مصادر داخلية أو خارجية. مصادر داخلية زي الحقوق الفكرية، المعارف المكتسبة من التجارب والخبرات والدروس المستفادة من المشروعات الفاشلة والناجحة، التقاط ومشاركة الخبرات والمعارف غير موثقة، نتائج التحسين للعمليات والمنتجات والخدمات اللي بتقدمها. أما المصادر الخارجية زي المواصفات والمعايير والأوساط الأكاديمية والمؤتمرات والمعارف من العملاء أو من الموردين الخارجيين. هندخل بعد كده على الكومبتنس أو الكفاءة. الكفاءة طبعا الشركة بتحدد الكفاءات الضرورية للأفراد طبعا اللي بيقوموا بأعمال تحت سيطرتها، والأعمال دي بتأثر على أداء وفعالية نظام إدارة الجودة. فلازم الشركة تحدد إيه الكفاءات الضرورية اللي محتاجاها في كل وظيفة من الوظائف، كمان تتأكد إن الناس اللي شغالة ناس أكفاء على أساس مناسب من 3 حاجات: التعليم أو التدريب أو الخبرة. كمان لازم يكون في إجراءات بحيث إن الكفاءات دي يتم اكتسابها بشكل
طول مستمر عشان يبقى فيه كفاءات ضرورية بتكتسب دايما بمرور الوقت، ويتم تقييم الفعالية الإجراءات أو التدريبات اللي بتحصل دي. كمان لازم يكون في احتفاظ بالسجلات كدليل على الكومبتنس بتاعت الناس. طبعا الإجراءات ممكن تبقى توفير تدريب مثلا، ممكن تبقى توجيههم، ممكن تبقى إعادة تكليف موظفين حاليين في وظائف جديدة أو في بمهام جديدة، أو التوظيف أو التعاقد مع أشخاص أكفاء. نيجي بعد كده للبند 7.3، وهو بند الأوينس أو التوعية. طبعا الشركة محتاجة إن هي تتأكد من إن الناس اللي شغالة سواء موظفين سواء عاملين إن هم على وعي بأكتر من حاجة. أولا يكونوا على وعي بسياسة الجودة، يكونوا على وعي بأهداف الجودة المتعلقة بيهم، يكونوا على وعي بالمساهمة بتاعتهم في فعالية نظام إدارة الجودة، بما في ذلك طبعا الفوائد، تحسين جودة الأداء. كمان لازم يكونوا على وعي بالآثار المترتبة على عدم التطابق مع النظام، يعني في حالة اللي احنا مش متطابقين مع النظام ايه الآثار المترتبة على ده. فدي من الحاجات المهمة، الأربع مواضيع مهمة اللي محتاجين اللي احنا نغطيهم دايما في الوعي. نخش بعد كده على الكوميونيكيشن او التواصل او الاتصالات. يجب على المنظمة طبعا تحديد الاتصالات الداخلية والخارجية المهمة ليها والمتعلقة بنظام إدارة الجودة. وطبعا بتشمل الاتصالات ده بتشمل طبعا حوالين ايه هيتم الاتصال، امتى هيتم الاتصال مع مين وازاي ومين اللي هيتواصل. فلازم يكون في طبعا تحديد للاتصالات الداخلية والخارجية بما فيها التوبكس. بعد كده هنخش على الدوكيومنتد انفورميشن او المعلومات الموثقة. الشركة محتاجة طبعا او نظام ادارة الجودة لازم يكون جواه معلومات موثقة مطلوبة من مواصفة الايزو. يعني زي ما هنشوف مثلا ان في بعض البوينتس او بعض البنود بيقول لك ان لازم يكون في دوكيومنتد انفورميشن في الحتة دي، سواء سجلات او سواء وثائق. الحاجة التانية المعلومات اللي الشركة نفسها عايزة توثقها وشايفاها ان هي ضرورية لنظام ادارة الجودة عندها. طبعا القدر او كمية المعلومات الموثقة ديت بتختلف من نظام للتاني، طبقا طبعا لحجم الشركة والأنشطة بتاعتها والعمليات بتاعتها والمنتجات بتاعتها والخدمات بتاعتها اللي بتقدمها، تعقد العمليات والتفاعل بينهم. يعني العمليات فيها تعقيد أكتر وفيها تفاعل أكتر، فلازم يكون في دوكيومنتس ليها أكتر. وكمان كفاءة العاملين، يعني كل ما العاملين كانوا على كفاءة كل ما كان بقى ضروري اللي احنا نحتاج نقلل في الدوكيومنتيشن اللي احنا بنستخدمه. بعد كده الانشاء والتحديث. طبعا لما يبقى في انشاء لمعلومة موثقة لازم الشركة طبعا بتحدد وبتوصف الدوكيومنتس دي. طبعا متضمن طبعا التحديد والوصف ده حاجات زي العنوان او التاريخ او المؤلف او الرقم المرجعي، كمان الشكل المناسب للدوكومنت ديت زي اللغة، لو في برمجيات معينة، لو في رسومات معينة، سواء بقى كانت حاجة ورقية هارد كوبي او الكترونية. كمان لازم يكون في مراجعة واعتماد قبل ما نستخدم الوثيقة دي، طبعا عشان نتأكد ان هي ملائمة وان هي كافية ان هي تقدم المعلومات المناسبة. بعد كده ضبط المعلومات الموثقة الـ Control Documented Information. طبعا محتاجين ان احنا نضمن ان المعلومات الموثقة لنظام ادارة الجودة لأكتر من سبب. اولا عايزين نضمن ان هي متاحة ومناسبة للاستخدام،
لما نحتاجها او وقت الاحتياج ليها، ان هي طبعا تكون محمية بشكل كافي طبعا من اي تلف او سوء استخدام، او ان هي تتسرب. كمان لازم يبقى فيه مراجعة مناسبة واعتماد لان هي ملائمة وان هي كافية. بعد كده في ضبط المعلومات والوثائق، لازم الشركة تبدأ لما تتأكد ان هي خلاص اوكي ملائمة بالنسبة لها، تبدأ بقى توزع النماذج، تبدأ تتيحها للناس، تبدأ تخليها سهلة في الاسترجاع وسهلة في الاستخدام، كمان تحافظ عليها وتحتفظ بيها. طبعا حتى كمان تبقى مدينا مثال ان هي تبقى سهلة في القراءة وواضحة للقراءة. كمان لازم تحدد مدة الحفظ وطريقة التخلص من الدوكومنتس ديت او الدوكومنتد انفورميشن دي، بحيث ان كل حاجة او كل دوكومنت او كل سجل نبقى عارفين مكانه فين، ازاي هنحافظ عليه، التعديلات اللي تمت عليه وضبط التعديلات بتاعته، وكمان مدة الحفظ بتاعته والتخلص منه. طبعا عندنا وثائق خارجية الشركة ممكن تجيبها من الموردين، ممكن تجيبها من أي منظمة بتتعامل معاها. فطبعا لأنها مهمة جدا لنظام إدارة الجودة، فلازم برضو تبقى معرفة ولازم برضو يتم ضبطها بطريقة مناسبة. ولازم المعلومات الموثقة دي تبقى محتفظة، لأنها دليل على التطابق، فلازم نحميها من أي تغييرات غير مقصودة. طبعا النماذج دي في ملاحظة كده، إن ممكن نمنح الإذن بالاطلاع فقط على المعلومات اللي موجودة جوه، أو ممكن نمنح إذن وصلاحية للاطلاع والتعديل، على حسب طبعا الشخص او الجهة اللي احنا هنمنحه الصلاحية. هنكمل بعد كده رحلتنا في الدو او التنفيذ، ونخش بعد كده على بند الاوبريشن او العمليات او التشغيل. وده واحد من أهم البنود برضو في مواصفة الأيزو، وواحد من أطول البنود في مواصفة الأيزو. في رقم 8.1 Operational Planning and Control، تخطيط وضبط التشغيل. طبعا الشركة محتاجة إن هي تخطط وتنفذ وتعمل ضبط للعمليات، زي ما كان مكتوب في بند 4.4. طبعا عشان تبقى متوافقة مع متطلبات تقديم البرودكتس بتاعتها والسيرفيسز بتاعتها، وإن هي تنفذ الإجراءات المحددة في البند 6.1 الخاص بالريسك أو بالمخاطر، طبعا لتحديد المتطلبات والمنتجات والخدمات اللي بتقدمها، وكمان عشان تحط معايير للعمليات ومعايير لقبول المنتجات والخدمات، وطبعا كمان تحديد الموارد اللي محتاجاها لتحقيق التطابق مع المنتجات والخدمات، وكمان عشان تنفذ عمليات بقى القياس والمراقبة للعمليات بتاعتها، وكمان عشان تحدد وتحافظ وتحتفظ بمعلومات موثقة أو بسجلات، عشان تتأكد من إن العمليات طبعا اتنفذت زي ما تخطط ليها، وكمان عشان تثبت مطابقة المنتجات والخامات بتاعتها للمتطلبات. طبعا مخرجات التخطيط ده لازم تكون مناسبة لعمليات التشغيل بتاعة المنظمة، وكمان لازم على الشركة إنها تتحكم في التغييرات اللي تم التخطيط ليها،
وتراجع اثار التغييرات الغير المقصوده، طبعا مع ان يبقى في اجراءات بتقلل من الاثار السلبيه الناتجه عن التغييرات ديت طبعا حسب الحاجه. وكمان تتاكد الشركه من ضبط الخدمات المقدمه من الاكسترنال بروفايدرز. طبعا زي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله في البند الخاص بالاوت سورسنج في 8.4 مع البند الخاص بالمشتريات. بعد كده 8.2 بنتكلم على متطلبات المنتجات والخدمات. اول حاجه التواصل مع العملاء، customer communication. التواصل مع العملاء لازم يشمل 5 حاجات. اولا ان يكون في نزود دايما العملاء بمعلومات ليها علاقة بالمنتجات، او احنا نتزود من العملاء بتوعنا بمعلومات ليها علاقة بالمنتج او الخدمة اللي احنا بنقدمها، ان احنا نتعامل مع الاستفسارات او التعقيدات او الطلبات اللي بتيجي باي تغيير يتم فيها، ان احنا ناخد دايما تغذية مكتدة من العملاء عن المنتجات والخدمات اللي احنا بنقدمها لهم، بما في ذلك طبعا الكومبلينز اللي بيقولوها او شكاوى العملاء، اللي احنا نتعامل مع ممتلكات العميل وكمان متطلبات محددة لأي إجراءات للطوارئ لو احتاجنا إجراءات طوارئ. ودي من النقط على فكرة اللي شركات كتير ما بتاخدش بالها منها، الجزء بتاع الـ Emergency Actions أو حلقات الطوارئ. بعد كده تحديد متطلبات المنتجات والخدمات. لما بنحدد متطلبات المنتجات والخدمات اللي بنقدمها للعملاء لازم نتأكد من إن المنتجات أو الخدمات اللي هنقدمها متعرفة بشكل كويس، ولازم ناخد في اعتبارنا طبعا المتطلبات القانونية والتنظيمية المنطبقة على المنتج أو الخدمة اللي احنا بنقدمها. كمان لازم ناخد بالنا من المتطلبات اللي احنا كشركة شايفين ان دي ضرورية ان هي تتقدم للعميل. كمان لازم نتأكد من ان احنا قادرين ان احنا نوفي بمتطلبات العميل اللي احنا بنقدمها. بعد كده بنتكلم على مراجعة متطلبات المنتجات والخدمات. طبعا لازم نضمن ان احنا عندنا القدرة اللي احنا نوفي بالمتطلبات الخاصة بالمنتجات اللي بنقدمها للعملاء، ولازم ان احنا نعمل مراجعة قبل ما نلتزم مع العميل بتوريد منتج او توريد خدمة. يعني لازم اللي احنا في مرحلة كده بنسميها مرحلة الكونتراكت ريفيو، بنراجع فيها هل احنا هنقدر اللي احنا نقدم المنتج ونبقى مطابقين مع المتطلبات بتاعة العملاء ولا لا. والمراجعة دي لازم تشمل بعض الحاجات، اولا لو في متطلبات متحددة بواسطة العملاء زي مثلا أنشطة التسليم، هتسلم امتى، هتسلم امتى ازاي، ما بعد التسليم، لو في صيانة، لو في حاجة نعملها بعد ما نسلم المنتج للعميل. الحاجة التانية المتطلبات اللي العميل مقالهاش لكن هي ضرورية للاستخدام، يعني لو العميل مثلا هيشتري مننا باب فلازم الباب يكون فيه اوكرا. هو طبعا العميل ما طلبش اوكرا للباب بس احنا شايفين مثلا ان الاوكرا دي ضرورية للاستخدام بتاع الباب فلازم نجيب الاوكرا. تمام. كمان لو متطلبات متحددة بواسطة الشركة عندنا ان مثلا الباب لازم يكون متغلف بشكل معين. كمان لو في متطلبات قانونية او تنظيمية بتنطبق على المنتجات والخدمات اللي انا بقدمها. وطبعا لو في اي تغييرات حصلت في طلبات العميل مختلفة عن الطلبات اللي قبل كده، يعني لو العميل دايما متعود ان هو يطلب مني وحصل ان هو في اختلاف جديد فلازم طبعا يتراجع ونتأكد ان احنا قادرين ان احنا نورد المنتج للعميل.
العميل. كمان الشركة لازم تتأكد إن متطلبات العقد أو أمر التوريد اللي مختلفة طبعا لازم تتعرف، ولازم تكون اتحلت ولازم تكون فاهمينها. كمان لما العميل بيقدم لنا بيانات موثقة بمتطلباته لازم الشركة تتأكد إن المتطلبات ديت العميل قبلها. في بعض الحالات زي البيع على الإنترنت المراجعة بتبقى مش يعني ما بتبقاش ابليكابل او ما بتبقاش حاجة ايزي ان هي تتعمل. فبدل ما نعمل مراجعة، يعني يفضل بدل ما يتعمل مراجعة على كل عملية، لا ممكن المعلومات المتعلقة بالمنتج ممكن بتتحط وبتتكتب على الإنترنت أو بيترافق مع المنتج على الإنترنت المعلومات الخاصة بيه زي الكتالوج بتاع المنتج. كمان على الشركة إن هي لازم تحتفظ بريكوردز أو معلومات موثقة عن نتائج أي مراجعة للكونتراكتس وأي متطلبات جديدة للمنتج أو الخدمات. بعد كده آخر حاجة، لو في تغيير للمتطلبات للمنتجات والخدمات لازم الشركة تتأكد إن المعلومات الموثقة اللي ليها علاقة بالريفيو ده أو التغيير ده اتعدلت، وإن الأشخاص المعنيين مستوعبين للمتطلبات الجديدة ومستوعبين للمتطلبات اللي اتغيرت لما يحصل تغيير في المتطلبات سواء المنتجات أو الخدمات اللي الشركة بتقدمها.